حق الماء بيموت، مو بالبحر بين البشر تحت الشجر بالبيوت. عمرك شفت حرة وفي بطونك حوت، حوت بيملع كل شي دافي الثمر الحم ورق الكون. قلب الدفا جوا الصفا بين الحق الما بيموت، مو بالبحر بين البشر تحت الشجر بالبيوت. عمرك شفت حرة وفيك تولد حوت، حوت بيبلع كل شي دافي الزهر الحم ورق الموت. تاج العزة هز الأرض يعلي الجبال، تاج الخزة قدروا ايدين يفلح ما شعل. لا قلك شعل غدرا او النار، خلي وردة يطول شوق ويلف الدار، ونارك يلي شعلتها هي قبرك حضر غدرك هيا جمرك ولا بدار. بتبان الأسرار غوص بحقدك جاي نهار، بكرة بتبان الأسرار غوص بحقدك جاي نهار. يقلب ليلك قلل شبينك بالعار. والزباين مالية خان خير؟ ليش في شي معلم؟ في زبون عم يقول مسروق له 3-4 طرطال سكر. أعوذ بالله يا معلم، يعني مين بده يسترجع يعمل هيك عملي؟ بيكون في شي شوال مخزوق. ايه معلم، انا انتبهت انه في بين الكياس كان في كيس هيك مخزوق. خلاص على كلين انا بحاسبه بحقه، ما بدي ياخد على خاطره ويقول رح له شي عنا بالخان. مزبوط، في بضاعة وصلت من البور برا، على السريع نزلها انت وياه. حاضر معلم. غريبة، بحياتها ما صارت هيك قصة عندي بالخان. مرحبا ابو رشيد. اهلين حجي، يا حي الله اهلين. فوتوا فوتوا لجوا. شرف، ونحن عم نسلم زولي. تفضل تفضل معلم. اهلا وسهلا. هات لا شوف، طمني. ان شاء الله عجبوك الحلويات الحلبيه اللي بعت لك اياهم مع الولد. ان شاء الله تعيش وتجيب، بياخذوا العقل. ولو ما بشي من خاطرك ولو هجي. ايه انت امتى بالسلامه بدك تروح على البور؟ بكره. ايه بدي اوصيك على شغله ان شاء الله. ماشي بامرك. يلا تعزل لي. السلام عليكم. الله معك. مع السلامه. الله معك فريس. تامر شي تاني رئيس عبدو؟ المستشار الفرنسي حل المجالس كلها، ما خلى غير المجلس الإداري وسماه مجلس الكوميسيون الإداري. وشو شغلته هالمجلس؟ يا سيدي هذا شغلته أنه يتم تحت إيد المتصرف مشان يعطي رأيه بشؤون المنفعة العامة. والله يا ريت هالمستشار يلاقي لنا حل هالبلطجية هدول اللي ما عم يخلوا الناس تعرف تشتغل وتطلع رزقها، كأنه خيرات البلد لناس وناس. الله يصلحك يا ريس جميل.
الله يستر ما يكونوا البلطجية يلي عم تحكي عنهم صناعة فرنسية. اي والله يا شيخ، اي والله انك صادق. لك سعيد يسألك، هلا شو صار بالمدرسة؟ يا سيدي جهزنا المكان وسجلنا اسماء المعلمين والمعلمات كلياتهم ورفعنا الاوراق للمعارف. ان شاء الله اول عام الدراسي بتكون جاهزة. ان شاء الله يا رب. يا الله شرف حجي، هاي مصاري. لا يا ابو رشيد، انا ما بدي المصاري كلها، انا بس بدي اخذ رعبون عشان ادفع لهم اياه، يعني شيء 10 يا على راسي. بسم الله. هي 5 وهي 10. شرف سيدي، الله يعطيك العافيه. دعينا دعينا يا ابو رشيد ما يعصجوا معنا، وبكره اذا الله سهل برجع لعندهم بعطيهم كامل المبلغ. ولا يهمك حجي، انت روح وشوف شو بصير معك، وإذا ما زبطيت ارجع لعندي. أنا بعرف واحد الموظف هني من حاكي بيقرب لك الدور. ولك روح، الله يطول عمرك وديمك. على راسي يا ابو رشيد. يلا الله معك. السلام عليكم. حفظ الله. الله معك. مع السلامة. مع السلامة. معلم وينو اسعد؟ ما شفته اليوم. اسعد بده يتاخر شوي معلم، لانه عم يدور على شغل لنور ابن خالته. ليش لهلا ما لقى شغل الثاني؟ لا والله يا معلم. خير ان شاء الله. روح لعند ابو قاسم قول له الحاج عبد الهادي عند معلمي بالخان، اذا بده اياه يجي يشوفه. على راسي معلم. تيسر. بسم الله الرحمن الرحيم. سعيد مر مراد بيك، روح جيب لي عبد الاخطبوط بسرعه. حاضر بيك. لو كنت عارفان انه ما معه غير هالعشر ورقات ما كنت ابتليت فيه. العم على الحملة. رحنا نسعد. شو بدك؟ شبك ليش نطيت باربعتها؟ ما في شيء. لك شلون ما في شيء؟ لك شلون لونك مخطوف؟ لك عم قلك ما في شيء، خلصنا بقى. ايه ما في شيء ما في شيء، اصطفي، الحق علي عم تطمن عليك. لقيت له شغلة من خالتها؟ مين ابن خالتي؟ لا لا ما لقيت له. وين المعلم؟ ماني شايفه. المعلم وصل مشوار على السوق وراجع. قوم عندنا شغل كثير قبل ما يرجع. يلا لاحقكم. غطاسين؟ ايه بدي كم غطاس يقدروا ينزلوا تحت المي شي 3-4 دقائق ويكون لسانهم قصير. مشان شو يا كبير؟ بعدين بقول لك، بتقدر تأمنهم؟ لكن يا بيك اعتبروا صاروا بين ايديك وتحت امرك. امتى بتريدهم بالضبط؟ بكره. عود. هات لشوف اللي شو اخبار السوق. يلا يا شباب يلا افتح راسك يا سيدي. تازه ابدا. السلام عليكم. السلام. شو طمونا كيف الرزق؟ الحمد لله. شوفت عينك رجلي. والله شوفت عينك يا ريس لك، هو بس الاخطبوط يحل عنا ويختفي هو ورجاله، تلاقي السمك لحاله عم يقلع الشباب. من ايام هذيك القصه لهلا لا شفناه لا هو ولا رجاله. الحمد لله. يا هاشم عيوني
خفف على الناس، الرزق منيح الحمد لله. هان هيلي البازار، يلا السلام عليكم. عليكم السلام. الله يا شباب، مين السمكات دول؟ لازمتي ريس هاشم. ايه بامرك، يلا يلا يا سليمان، خلينا نزينهم. يلا يا ابو، واحد بزهر هذا الأباس. عبي بالسله، عبي. الحاج عبد الهادي تاخر كثير بالبور، وبهالوقت هذا بتكون البضاعه كلها تخرجت من البور، والتجار كل مين راح على شغله. هيك لما لا عمي ابو رشيد، والله عم تحكي مزبوط. ما لي خايف الا يكون مأمور البور معصلجة معه مشان البضاعة، او صاير معه شي لا سمح الله. امور معلي. بدي انيس. انيس، امور معلي. بتصل على البور بسرعة وبتسألي عن الحاج عبد الهادي، وبتفهمني ليش ما رجع لهلا، وإذا معصل جينا معه منشان البضاعة تيجي بتخبرني على رجلك. حاضر. على السريع. حاضر. السلام عليكم يا أبي. وعليكم السلام. أهلين يا خالي. الله يرضى عليك. تعرف لي واحد اسمه أسعد عمران؟ شرفي شرفي خالتي، عندي هيئتك تعبانة. ايه والله. شو قلتي لي اسمه؟ أسعد عمران. أسعد عمران، والله بكل السوق ما بعرف حدا بهالاسم. بلال؟ جلال؟ لي عمي. تعرفوا حدا هون عندنا بالسوق اسمه أسعد عمران؟ أسعد عمران؟ لا والله يا عمي. جلال تعرف حدا هيك اسمه؟ لا والله يا أخي. على مين عم تسألي خالي؟ على ابني. شو اسمه؟ أسعد عمران. قديش عمره؟ يعني بيطلع هيك من جيلك. عرفته؟ لا والله ما عرفته. هي أساساً أنا ما بعرف واحد اسمه أسعد، بس طالما عم تقولي إنه هو غريب فهو ما له شغل عنا هون بالسوق. الغريب ما له شغل غير بعتالة البور. إذا بدك روح يسألوا عنه هوني. عن جد عم تحكي؟ يعني مطرح ما قلت بيعرفوا عنه شيء أكيد. شلون لكان؟ وبكرة بتقولي أبو محمود قال. كتر خيرك، كتر خيرك يا أبي. وشو اسمه المطرح؟ البور خالتي، البور. البور، كتر خيرك يا ابني، كتر خيرك. البور ما قاعدين خالتي، عادي ارتاحي. كتر خيرك، كتر خيرك. البور. يا سليم فهمني، شلون ابنه من جيلي وضايع؟ الله يعين العباد يا ابو محمود، كل مين همه على قده. روجي بكاسه صب لك زهورات. يلا. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. شفت شلون؟ ببعته على المشوار بده ساعتين ليرجع. واحد الله ابو رشيد، الغايب عذره معه. لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة الا بالله. ها شرف الافندي. لك وين كنت هلا؟ العمى بعيونك العمى، ببعتك على المشوار تستحي ترجع. غصب عني معلم، غصب عني. رحت على البور سألت على الحاج عبد الهادي؟ سألت معلمي سألت، بس الحاج عبد الهادي ما اجى منوب على البور. ولك انت شو عم تحكي؟ الحاج عبد الهادي طلع من عندي من الصبح من هون للبور. يمكن معلم، بس ما وصل لهني، وانا قبل ما اجي تاكدت 100% انه رجله ما دست البور. الله اكبر على الخبريه والعمل معلم ابو رشيد، ليكون الزلمه صاير معه شيء. واسم الحاني عجبك على هالقصه؟ كاس حلقتك. الله يستر. عاف عاف، خليني انضب الكياس.
يا جماعة طولوا بالكم، طولوا بالكم يا جماعة، الله وكيلكم المعلم أبو رشيد راح يجيبه وإن شاء الله ما بيرجع إلا هو معه. خلص أنتوا ارتاحوا واطمنوا وطلعوا على أبوكم. الله يخلينا، أهلا وسهلا، شرفتونا والله، نور الخان. إن شاء الله ما بيصير لك كل خير. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا. تعرف أبو أسين، أنا على حد علمي الحاج عبد الهادي ما بيعرف حدا هون باللاذقية إلا كم تاجر، وهي كلياتهم سألناهن وعم يقولوا لا مرق لعندهم ولا شافوا. ليكون إله حدا هون قرايبين راح يزورهم؟ لا، الحاج عبد الهادي على علمي ما له قرايبين هون باللاذقية أبدا. معناتها يا أبو رشيد ما في غير حل واحد، ما في غيره. شو هو؟ خلينا نعمل جولة وندور عليه، يا بشي خستخانة يا بشي كراكون. وانت قلت خلينا نبلش لكان بخستخانة العصملي. امشي شرط. انا معلم اوسطى بهالخالك اسعد من 20 سنة، من لما كان عمري 7 سنين. يعني ابو رشيد بيعتمد علي بكثير شغلات، يعني بيعتبرني الدراع واليمين، عشان هيك لما بغيب بقعد انا محله. ايه والله انت بتستاهل يا انيس، لانك انت انسان مخلص وشهم. ما قلت لي لك أسعد نوري بن خالتك شلونه؟ شو بيعرفني؟ عم أدور له على شغل، بلكي ببطل عادة السرقة بقى، سود لي وشي. عمى شو قلت هالوجدان هاي لك أسعد؟ يعني هاي لقمة الحلال اللي عم ناكلها لازم نخدمها بكل شرف وأماني. والله يا أنيس أنا هاي الشرف والأمانة أهم شي بحياتي. معلوم معلوم عمي أسعد معلوم، أنت ابن أصول والمعلم أبو رشيد حابك كتير، يعني زاد اعجابه فيك لما نعرف انه انت اخو للمرحوم الشهيد حسن رحمة الله عليه. الله يرحمه. الله يعطيك العافية. اهلين سيدنا. شو اسم حضرتك؟ اسمي مهدي صالح برهومي، عندي خان جنب المينا، والأخ أبو قاسم كمان تاجر. أنت بتعرفوا للزلمة؟ طبعاً بعرفه، هذا الحاج عبد الهادي صابر، تاجر من تجار حلب المعروفين ونازل عندي بالخان هو ورفاته. بس خير شو فيه؟ شو اللي جابوا له؟ الحجي جابوا له لقوه مضروب حجر براسه. معناته كانوا عرفانين انه معه مصاري محرزة، بس الحمد لله اللي ما اخذهم كلياتهم من عندي من الخان. اصبح هدول اكيد بيعرفوا، وبيعرفوا انه تاجر معتبر. الله لا يوجه لهم الخير مما كانوا يكون. وين ام اللول؟ بأوضة. شو عم تعمل بأوضة؟ ما تنزل هيك خلينا نحكي لنا كلمتين بعدين، يعني هيك تتكرم علينا وتعمل لنا شيء رأسا. لكن إذا ما بدها تنزل تعي تعي نطلع ننزل نحكي تعي. يا سلام هلا صرتي عروس عن حق وحقي. عن جد عمتي؟ عمتي هاي الشال الجديد اللي قلت لكم عليه. وهي بحكي لي شو؟ تسلم ايديك يا سلمى، ان شاء الله بركب لك فرحة حياة يا رب. ان شاء الله الف مبروك. شوفي شوفي شو حلو على الفستان. الظاهر وصل العريس. يا رب يا الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. طمني ان شاء الله ما ضيعت البيت. لا شو ضيع البيت، انا بعجبك ريس جميل.
أنا إذا بندل على مكان على عمياني بروح عليه حتى لو كان بآخر الدنيا. بارك الله فيك. شرف حجي شرف. محسوبك أبو إسماعيل. يا ميت أهلا وسهلا، حصلنا الشرف. تفضل شرف. يا أهلا وسهلا. يلا يلا. تفضل. جهزت لك القهوة، روحي قدميها يلا. يا الله يا عمتي، كيف بدك يعني أعرض حالي قدام العريس؟ والله مو ملاقيتها حلوة. لك حبيبتي، أنت من حقك تشوفي العريس وشوفي، طالما هالشي برضاط أخوكي ليش شكلاني هم أمي؟ بس لا تبسبسي وهيبة، مو أحسن ما تجوزي على عمياني؟ أصلا هيك بيقول الشرع. يلا يلا تحركي. طيب طيب. تفضل. الله يسلم ايدي. يا ترى برأيك بتوافي؟ ان شاء الله. شو صار لوايد؟ تتهنوا حبيب قلبي. يلا ابني يلا، خذ مرتك وادخلوا لجوا. ما بدي وصيك، بدك تحطها بقلبك وعيونك. ها يلا. مبروك يا اولاد، مبروك يا اولاد. مبروك مبروك مبروك. ان شاء الله الف مبروك. تفضل سيدي تفضل. يا اهلا وسهلا. ما قلت لي ريا جميل، شو رايكم؟ خلينا نشوف العروس بالاول وناخذ رايها، بعدين برد لك خبر. حقكم. بالإذن. اسمك معك. يا الله. أنا أخذ واحد مثل هذا على عكازة؟ لك هذا يروح يدور على قبري يلمه أحسن له. ليش شبه العريس بنت حماية؟ يعني مفكرة حالك تاخدي واحد بالعشرين؟ أنا شايفته مناسب. سلمى اطلع لبرا، بدي أحكي أنا مع وهيبة كلمتين. ما بدي حدا يحكي معي، ما بدي حدا يحكي معي، خلاص ما بدي حدا يحكي معي. شوفي ها ليش صوتكم طلع برا؟ الخانم اختك على العريس مو عاجبه. ليش مو عاجبك اختي؟ اخي انا بدي واحد يستاهل كون مقامي، مو واحد بده خدامه تخدمه. عزو فيني يستاهلك؟ لا تواخذينا. سلمى لك يا اختي، يا اختي الزلمه كبير ما اختلفنا، بس الله وكيلك ما في منه. بعدين الزلمه جاهز يدفع النقد اللي بدك اياه. اخي ما بدي حدا يتجوزني، خلاص اتركوني، خلاص خلاص. شو مفكرة حالها ست وهيبة خانم بنت الـ14 حتى تطلب وتتشرط؟ سلمى لفيها سيرة أحسن لك. ماشي رح لفها،
بس لازم تفهم الخانم اختك انها كبرت وعنست وما عاد يجيها عرسان كل يوم. تسكتي ولا بخلي العصي تعلم بجنابك. سكتي بقى. منيح اللي ما وافقتي على العريس يا وهيبة. يبلا بدله كركوب وقال بده يتجوز. اي جوزو على الاربعة ويشيل وشيري بليلة عرسه يا رب. بس انتي لأنت بدك تضلي هيك وحيدة وبدون جواز؟ اللي مثلك والأصغر منك تجوزوا لقوا صاروا بناتهم صبايا وعلى وش جواز. أنا بردعني بردعني كتير. ايه بس معلش لساتك حلوة مثل القمر وألف مين بيتمناكي. لا ومو بس هيك لك لازم يركع ويطخي ويبوس رجليكي كمان. استني استني يا وهيبة وبصير تصومي وتفطري على بصلة. لازم تاخدي أحلى شب أحلى شب وتطققية لسلمة. لازم تصبري لازم تصبري. بس لأنت لأنت بسم الله الرحمن الرحيم. خير شو اللي صاير تحت؟ الله أعلم. مين أنتي؟ أم حسن. تفضلي خالتي اشربي كاسة الشاي بتدفيكي. كتر خيرك. تقبلي مني هدول خالتي؟ شو هالحكي يا ابني؟ أنا ماني شحادة، أنا عم أدور على ابني. شو اسمه ابنك خالتي؟ بلكي بحسن دلك عليه. اسمه أسعد وقالوا لي إنه عم يشتغل هون بالبور. والله كأني ماري عليه هالاسم، مو هو هيك ضعيف وأسمار؟ ضعيف بس حنطاوي. اي حنطي مزبوط، والله كأني بعرفه لهالشب. بشرفك عم تحكي عن جد؟ اي والله هلأ تذكرت، في شب اسمه أسعد وملامحه مثل ملامح اللي عم تحكي عنها وكان عم يشتغل هون بالبور. عم تحكي عن جد لك ابني؟ والله مالي مصدقة، يعني ابني هون بس الأسبوع الماضي، لا والله قبل بشوي، سافر على ظهر باخرة رايحة على مصر. سافر؟ لا تاكلي هم خالتي، هدول العتادي اللي بيسافروا على ظهر البواخر بيروحوا معها وبيرجعوا معها مرة ثانية لهون. وامتى رح ترجع الباخرة مرة ثانية؟ هاي الباخرة خالتي ما بتطول، بدها تروح على الإسكندرية وبعدين على قبرص وترجع لهون، يعني مشوارها شهر شهر ونص بالكتير. طيب وانت متأكد انه ابني أسعد على ظهره؟ انا متأكد، مو ابنك أسعد؟ قلت لك أسعد. اصلا بالبور كله ما في أسعد غيره. ام مروان تعال شوف. حاضر حاضر. هيك يا أسعد بتتركني وبتسافر بدون ما تخبرني؟ الله يسامحك. الله يسامحك شو عم تعمل فيه. بدي انتظرك. بدي انتظرك باللاذقية لحتى ترجع. بس وين بدي روح؟ شو بدي ساوي؟ بعد اسمه ما بيترك حدا.
أبو سعود معك سيجارة؟ أي معي. سيك اسلموا أكنيس. سمعت شو صار بالحاج عبد الهادي؟ حاج عبد الهادي اللهم عافينا مسكين، لقوه مضروب بحجر على راسه، هلا ملقح بالخستخاني بين الحياة والموت. لا حول ولا قوة الا بالله، يعني ما مات؟ رب العالمين طلع بوشه، ابصر هالرجال شو عامل خير وكرامات بحياته. ربي يشفيه بجاه الحبيب المصطفى. لا تخاف ان شاء الله هيك بكره بيوقف على رجليه وبيرجع على بلده. ان شاء الله. كيف شفت لي الدخانة؟ ناشفين شوي لك اسعد. قلتي لي عم تدوري على شغل. اي والله بدي ادبر اموري لبين ما يرجع ابني من السفر. ان شاء الله بنأمن لك. ابو مروان ترجع شوف شغلك. حاضر سعيد افندي. تفضلي خاتم حسن، تفضلي. تفضلي خاتم حسن. شرف اشتريه لبين ما اجي معلمنا. أنا بدي أشتغل هون؟ لا لا أختي حسن، أنت رح تشتغلي بسرايا البيك. أنت بتعرفي تطبخي منيح؟ يو لكن بعرف أطبخ وقش وأمسح وحطب كمان. خلص أنا هيك بضمن لك إنه البيك رح يوافق شغلك عنده. بس أهم شيء من هلا بقول لك الأمانة وكتمان السر. شو هالحكي؟ إيه أنا والله والله بحياتي ما مديت إيدي على غرض ما بيخصني. ومشان كتمان السر ببير والله ما بيطلع مني على موتي. هيك منيح تمام. انت خليك هلا مستريحة، رح بعت واحد من الشباب بيجيب لك أكل تاكله. كتر خيرك. يسلمك يا ابو سليم. خير يا ابي شو وصل؟ بلال عندك علم شو وصلوا هدول؟ والله علمي علمك مالك شايف. شو؟ بدكم تفتشوا المكتب والسوق؟ ليش بقى؟ هاي هي الأوامر يا ريس جميل. أوامر؟ ومنين الأوامر بقى يا حضرة الرقيب؟ من جناب الكومندان المندوب العسكري. هلأ جناب الكومندان ما بقيله غير السوق وأهل السوق ليفتشون؟ ولك يا أخي نحن تجار وبياعين ما لنا بالسياسة والعسكر. بعدين المرة الماضية فتشتوا ما لقيتوا شيء. السلام عليكم. عليكم السلام. أهلين شيخ ياسر. خير خير شو في؟ العسكر دول يفتشوا المكتب والسوق، عاملين لنا إياها قصة وحكاية، كل يوم والتاني طالعين لنا بها الموال. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. شرفوا أخي شرفوا فتشوا شرفوا. فتش أنت وياه جوا. طول بالك يا ريس طول بالك. يلي عم يصير بسيط وعادي. اللهم صل على النبي. والله العظيم يا شيخ انا عندي احساس انه مو بسيط ومو عادي، كانه في توجيهات من فوق لحتى حدا يتعرفشنا ويزلنا. تفضل رئيس. شو هدول؟ هدول 40 قرش رزق اليوم. رزق اليوم؟ العمى بقلبك العمى. لك مالك مستحي على حالك جاي تعطيني 40 قرش؟ روح شوف رزق الريس جميل معبي السوق كله. شي سبك سلطان ابراهيم شي بوري هذا غير الريدس. طيب شو بدنا نعمل يا ريس؟ انت بتعرف انه ما عندنا صيادين، بعدين شبكتين بالمي شو بدهم يعملوا مثل 20 شبكه مثل اللي عند الريس جميل؟ اسمع ابو طنوس، بتروح بتسحب لي الصياد اللي عم يشتغلوا عند الريس جميل واحد ورا الثاني. شلون؟
بتغريهم بالمصاري. قديش عم يدفع لهم الرئيس جميل؟ بتعطيهم الضعف. لا سيدي، ثلاث اضعاف. تأمر يا رئيس. منو انت يا حرمه؟ يا سيدي انا ام حسن، وانا غريبه عن هالبلاد، كنت عم ادور على ابني. وشو اللي نايمك عصيب بالبور؟ مبارح بالليل كنت بردانه كثير وماشيه مسافه طويله، قمت حسيت حالي اني كثير تعبانه، فنمت بين الصناديق عرصيف، بس والله والله يا سيدي ماني عامله شيء. بعدين لقيتي لابنك؟ لا والله ما لقيته، بس في واحد قال لي انه سافر على ظهر باخره وبده يرجع. يعني انت مالك حدا هون؟ مالك اهل؟ مالك قرايبين؟ مقطوعه من الشجره، والفرنساويه اخذوا بيتي اللي بضيعه بعد ما مات جوزي وابني الكبير. عميلي سعيد انك تعرفي تطبخي منيح. الا كان سيدي بطبخ وبنظف. سعيد خد على السرايا ودلع غرفتها وقول لها شو تعمل. روحي معه. كتر خيرك. تفضل يا اختي محسن. سخناني مثل النار. معقولة انت وهيبة قاعدة وقافلة على حالك الأوضة وراسك بشوي جاجة؟ رح أعمل لك كمادات مي باردة. شو بها عبتي؟ ما بها شي، سخنانة شوي. شو صار لك؟ ولا امبارح ما كان فيك شيء؟ رشيد خليك خليك خليك، الحمد لله على سلامتك يا حجي. والله امبارح طوال الليل وانا عم بدعي لك انه الله يشفيك ويعافيك ويردك سالم. اجوا الشرطة واخذوا اقوالي وقلت له انك كنت رايح على البور مشان تخلص بضاعتك، وهلا عم يستنوك لحتى تصحصح وتصير تقدر تحكي منيح مشان ياخذوا اقوالك. فانتبه لي لحالك، الله يرضى عليك، ولا تجهد حالك بالحكي مشان تطبلنا بسرعه وترجع لعيالك بالسلامه. اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله. تعرف اليوم الصبح قبل ما اجي لهون مرقت لعند رئيس البور وحكيت معه من شانك ووافق انك تشتغل بالعتاله هنيك. بالعتاله؟ ايه بالعتاله. لك يا ابني شو بدك تشتغل وانت ما بتعرف لا تقرا ولا تكتب؟ على كل حال حمود ربك اللي لقيت مين يشغلك. طيب عمي ابو محمد بيدفعوا منيح هدول يعني؟ والله يا ابني الشغل باليوميه، يعني على قد ما بتشتغل بتطالع مصاري، المهم بتجهز حالك وبكرة الصبح بتروح لعند الرئيس وبتقول له بعتني لعندك أبو محمد. يا الله. بالعتالي بالعتالي. مستحيل يا أبو غابيت، مستحيل، امبوسيبل. لقد راجعت هذه الخريطة مراراً وتكراراً، هنا غرقت السفينة. أهوي صحيح يا جنابكم، والله صحيح، شبابنا مسحوا المنطقة مسح، ما قدروا ينزلوا ويغوصوا أكثر من 8 متر تحت الماء. الموضوع كثير صعب جنابكم الله. ولكننا يجب أن نصل إلى تلك السفينة الغارقة لأنها تحتوي على كنوز حقيقية. معقول يكون حدا وصل لقبلنا؟ جنابك عم تقول على أنه كثيرين بيعرفوا بغرق السفينة. هذا صحيح، فخبر غرقها نشر في أكثر صحف العالم منذ 40 سنة، ونحن والإنجليز فقط نعرف مكانها.
لأن تلك السفينة كانت تحوي على كنوز ثمينة مهداة من الخديوي إسماعيل إلى السلطان العثماني. كيف ما كان الأمر يا جناب القومندان، مستحيل حدا يقدر يوصل للسفينة. هناك معدات متطورة في أوروبا، سنحاول الحصول عليها. عظيم، إذا في هيك معدات وقدرنا نحصل عليها، أنا بضمن لك طالع لك كل الكنوز الموجودة تحت المي. بس جنابك، لو تعرف عنا تحت التراب في كنوز أهم شبنا بالمي. لك أخي الواحد كم مرة بده يعيش بهالحياة؟ بعيش مرة واحدة. والغبي يلي ما بيعرف مصلحته وين؟ أبو طنوس، من غير لف ودوران، فوت بالموضوع وقول اللي عندك. أخي بالمختصر المفيد، جايب لكم شغل مرتب كتير على 24، راح تطلعوا من وراه مصاري أكتر من اللي عم تطلعوا من شغلكم مع الرئيس جميل. شغل؟ يا حسرة، ليش نحن بنعرف نشتغل شغلة غير باللي بنفهم فيها؟ لك يا أخي فهمتوني غلط، راح تشتغلوا نفس الشغل بس شو؟ عند معلم تاني. معلم تاني؟ ومين هو بقى؟ الريس عبدو. أوف، الريس عبدو؟ ايه الريس عبدو، شو بقى الريس عبدو؟ شو نسيتوا انه معلمكم جميل طول عمره كان يشتغل عند المرحوم ابوه ولحم كتافه من خيراته؟ بعدين وينكم؟ الريس عبدو راح يدفع لكم طائين على اللي عم يدفع لكم اياه الريس جميل. شو قلتوا؟ صار لك تفاحة ولا بردقاني عندي؟ تسلموا ايديكي. تفاحة على عيني. طمنيني شلون صارت وهيبة؟ منيحة، راحت عنا الحمى. ايه الحمد لله، كل شي خطر لي إلا إنه ما توافق على العريس، هاي ما اجت ببالي أبدا. لا تذكريني بعملتها يا عمتي. قال قد جدة، قال ايش مفكرة حالها بنت 14؟ صدقيني يا سلمى إنه أبو اسماعيل قاتل حاله عليها، لو كان بده يشتري له بيت باسمه لحاله، وهو مأمن كل ولاده وكاتب لهم بيوت باسمه. بكره بتندم، الوحدة فينا مين إلها غير بيتها وجوزها؟ مزبوط يا سلمى، انت ما بتقولي شيء غلط، الوحدة مننا ما لها غير بيت جوزها. الله يرحمك يا ابو شعبان. منيحه؟ ايه ايه منيحه كثير. امي هلا اتركي لي شغل السناره من ايدك وروحي عزلي لي الرفوف الفوقانيه بالمطبخ، بدي اشوف العميل معه لمعها. ايه على عيني يا امو. الله يرضى عليكي. ليلي سلمى، شو صار بعين؟ ما صار شي يا عمتي، الظاهر ما في نصيب احبل بنوب. لا في. شو هاد؟ عملت لك حجاب بما ورد، انت بس علقي على البخور وبقلك شو رح تساوي. ماشي. يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. تعي تعي سلمى، طخي شوي لبخري. يا سلمى، شوفي حبيبتي سلمى، كتبت لك انا عجاب وقريت عليه شي 7 مرات، بتلفيه بشقفه وتحطيه تحت المخده، ما بتشيلي الا لحتى تحبلي. شو عم قلي؟ شو عم فهمي؟ ما بشيله ابدا حتى احبل. واوعي كثير يبعلك حدا يشوفه او يلمحه. ها قلبي اتدفى جوا الصفا، مين الحق الما بيموت؟ مو بالبحر مين البشر، تحت الشجر مين البيوت؟ عمرك شفت حرة وفي بطولك حوت بيملأ كل شي دار؟
الوفاء جوا الصفا بين الحق النبي يموت مو بالبحر بين البشر تحت الشجر بالبيوت عمرك شفت حرة وفيك تولد حوت حوت بيبلع كل شي دافي الثهر الحب ورق الموت تاج العزة هز الأرض يعلي جبال تاج الخزة غدروا ايدين يفتح باب شعل لقلك شعل غدرك قوي النار خلي وردك يطول شوق ويلف الدار ونارك يلي شعلتها هي قبرك حضر غدرك هيا جمرك ولا بتبان الأسرار غوص بحقدك جاي نهار بكرة بتبان الأسرار غوص بحقدك جاي نهار